صاحب السمو السيد فيصل بن علي بن فيصل آل سعيد رحمه الله. ولد صاحب السمو السيد فيصل بن علي بن فيصل آل سعيد رحمه الله في مسقط عام 1927. تلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة السعيدية، ثم عين مدرسا فيها قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية ليعين عام 1954 سكرتيرا فيها. ومع بزوغ فجر النهضة المباركة عين مديرا للمعارف حتى شهر مارس من عام 1971 للميلاد، تاريخ تعيينه وزيرا للاقتصاد. وفي بداية عام 1972 عين كسفير للسلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوبا دائما لعمان لدى الأمم المتحدة حتى نهاية عام 1973. وفي بداية عام 1974 عين وزيرا للتربية والتعليم، وذلك حتى عام 1976 عندما عين على رأس أول وزارة في الوطن العربي والإسلامي للتراث القومي والثقافة حتى فبراير عام 2002. تاريخ صدور مرسوم سلطاني بتعيينه مستشار جلالة السلطان للشؤون التراث. وقد انتقل رحمة الله عليه إلى جوار ربه يوم الأربعاء في 26 من ذي القعدة عام 1423 للهجرة، الموافق 29 من يناير عام 2003، تاركا بصمات واضحة في كل ما قام به من أعمال عموما وخاصة في مجال حماية التراث وتنمية الثقافة وتعزيزهما والنهوض بتراث وثقافة عمان كما وكيفا. اشتهر بكرمه ولطيف تعامله مع كل من كان حوله من أصدقائه المقربين. كان عميد الأسرة المالكة في حينها، وقد عاش لفترة سابقة من الزمن في مصر، وعمل بإذاعة صوت العرب من القاهرة، وهو من كبار أدباء عمان رحمه الله. له كتاب مهم جدا من تأليفه، وهو كتاب سلطان واستعمار. يذهب بنا السيد فيصل بن علي بن فيصل في كتابه سلطان واستعمار إلى توثيق مرحلة غامضة في التاريخ العماني، وبالتحديد إلى عهد ابن عمه السلطان سعيد بن تيمور، وما تضمنته تلك الفترة من تجهيل للشعب وظلم كبير في شتى مناحي الحياة. ويعتبر كتاب سلطان واستعمار توثيق مهم لأحداث عدة، خاصة وأن مؤلف الكتاب ابن عم السلطان وله عدة مناصب في عهده والعهد الذي بعده. فالرجل درس في المدرسة السعيدية، حاله حال معظم أقرانه من عائلة آل سعيد، ثم عين معلما فيها قبل أن يعين سكرتيرا في وزارة الخارجية عام 1954.